الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم مشاهدنا الكريم في رحاب المولى أمير المؤمنين عليه السلام، ونحن نعيش أيام ولادته. جعلنا الله وإياكم ممن ينتهج نهجه إن شاء الله تعالى، الإمام علي عليه السلام. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، الضيف الدائم للبرنامج، سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وحفظكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم، بارك الله بكم، حياكم الله. الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله سيدنا الكريم. ندعو السادة المشاهدين إلى الاشتراك في هذه الحلقة من خلال الاتصال على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة إن شاء الله بعد 10 دقائق من الآن بإذن الله تعالى، والمشاركة وطرح أي سؤال أو استفسار أو ملاحظة أو مداخلة إن شاء الله تعالى. سيدنا الكريم، البداية لابد أن تكون مع سيدي ومولاي الإمام علي عليه السلام في هذه الأيام، وهي أيام ذكرى ولادته، وكثيرة هي دروسه وعبره، ولكن لكم الآن سيدنا الجليل أن تختاروا يعني أمرا ما، درسا ما، يعني منطقة ما من مناطقه الشاسعة لتتحدثوا عنها، فتفضلوا سيدنا. أحسنتم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، الإمام أميرني صلى الله عليه عموم مسيرته وحياته وتاريخه، كل حسب تعبيرنا كل مرحلة من مراحل حياته هي في واقع الحال مجموعة تحديات وصعوبات ومسؤوليات ومهام ومواقف ومجاهدات عظيمة، حتى أنه يمكن لنا بشكل واضح نقول أن علي بن أبي طالب هو في واقع الحال يمكن أن يكون مدرسة بكل معنى الكلمة في صناعة الإنسان الفالح الناجح الفائز. نعم. لماذا أقول فائز؟ لأن هو صرح بذلك بعد 63 سنة من المجاهدة وعلى حال المثابرة والتحديات العصيبة، لما يضرب في محراب الكوفة يقول فزت ورب الكعبة. نعم، فزت ورب الكعبة. هذا يعني أن هناك في واقع الحال وضوح رؤية. علي بن أبي طالب كانت الرؤية بالنسبة له واضحة جدا جدا واضحة، حتى أنه يقول إني فقأت عيني الفتنة ولم يكن أحد غيري يجرأ عليها، أنا فقأت العين الفتنة التي جرت في البصرة وفي صفين وفي النهروان، شقت الأمة، شقت الأمة بشكل عجيب وغريب. نعم. وعشرات الآلاف من البشر ذهبوا بسيف الإسلام وبسيف علي في حين هم محسوبون عن الإسلام، مع ذلك هو يذهب مرتاح البال ويعتبر أمره وهو كذلك. شلون يعتبر نفسه وهو كذلك؟ يعتبر نفسه أنه فائز وهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله بشره بذلك. نعم. وأنك مع الحق والحق معك، يدور الحق حيثما دار علي، وأنك على الحوض، هذا قسيم، هذا قسيم النار والجنة. نعم. علي قسيم النار والجنة. زين، هذا الأمر في واقع الحال يجعلنا نحن أن ندرس هذه التجربة، كيف أمير المؤمنين مع كل ما يحمل من مسؤوليات عظيمة حاول أن يتعامل مع التحديات المختلفة بشكل حكيم وصحيح، ولا يبالي عما يقال فيه وعليه. نعم. يعني أكو ناس مثلي وأمثاله، مثلي وأمثالي، يعني أنه إذا أريد أتخذ موقف اتجاه واحد غلط أو واحد عنده مشكلة أحسب 100 حساب، لا يكون يحكي علي، لا يكون يشهر فيه،
ليكون يسقطني، ليكون يمنعني إذا عنده عطايا يمنعها، وإذا عنده علي عندي مصلحة ما يمكن يقطعها. نعم. فحالة من الهواجس والخوف على الدنيا والكذا فيجعلني أحسب 100 حساب أنه أتكلم أو ما أتكلم. نعم. أمير المؤمنين علمنا أنه يا جماعة قل الحق ولو عليك، ولا تأخذك في الله شنو لومة لائم. هذه الحالة زرعها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، وأثبتها في جسد الكيان الإسلامي الخالص الأصيل، وإلا كيانات إسلامية مدجنة وعلى حال غير صافية كثيرة، ولكن نحن في واقع الحال نتوخى الإسلام الأصيل الذي مثله أمير من صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليه. المشكلة وين أخ أستاذ مرتضى؟ نعم. المشكلة اللي الآن نعاني منها هي مجاملة أهل الباطل. نعم. مجاملة أهل الضلال. وكأنما نحن في واقع الحال بالنسبة إلى الرسالة الإسلامية وإلى موقفنا الديني ورسالتنا بالنسبة إلى مقارعة الظلم أو إصلاح الفساد نعتبرها مسؤولية ثانوية، وأي ضلالة وأي غلط من نشوفه كأنما نقولها ما يخصني ما دام حياتي ماشية ومستمرة. أحسنتم. لا أقول شيء شوية أقوى من هذا، شوية أصعد اللهجة. نحن أصبحنا اليوم من يقول الحق ومن يواجه الباطل ومن يكون صريح في بيان الغلط عند البعض يلام. صح. يلام من نفس البيت اللي هو ينتمي له. يعني يتصلون عليك مولانا سيدنا سماكو داعي سيدنا هالشكل اتقلب عليك الجو. أخي الكريم، هذا فساد لو مو فساد؟ هذا سرقة لو مو سرقة؟ هذا على حال تشويه للإسلام لو مو تشويه للإسلام؟ أنا شنو موقفي يعني أنا كمسلم شنو موقفي؟ أرجوكم أخواني، قبل أيام إحنا عشنا مرت علينا ذكرى استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. اسمحوا لي أنقل لكم رواية من الإمام الهادي. تفضل سيدي. وأي رواية حلوة وجميلة. الإمام الهادي عنده واحد اسمه أبو هاشم الجعفري. أبو هاشم الجعفري محسوب على الإمام الهادي، من أتباعه، محسوب عليه، هذا من جماعة الهادي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث الشريف أن الإمام الهادي قال لأبي هاشم الجعفري: نعم، ما لي. اسمعوا يا شباب، اسمعوا أيها الأصدقاء، شوفوا أئمتنا شيردوا من عندنا، سنك شيردوا من عندنا، يردون نحدد موقف، يردون نكون ناس مبدئيين بكل معنى الكلمة. ما لي رأيتك عند عبد الرحمن بن يعقوب. يظهر عبد الرحمن بن يعقوب فشخصية تحمل أفكار فاسدة إلحادية، نعم، وتشوه الدين في أنظار الناس، وشخصية على حال صاحبة فكر منحرف، صاحبة فكر منحرف وسلوك منحرف. الإمام الهادي يقول للصاحبة أبو هاشم، يقول له شفتك عند فلان، شوف جوابه. فقال الجعفري: إنه خالي، هذا أخو أمي، إنه خالي. فقال الإمام: ما يخالف خالك، إنه يقول في الله قولا عظيما. هذا عنده انحرافات عقائدية، تسمعون شباب، انحرافات عقائدية، يصف الله ولا يوصف. فإما، اسمع الإمام ايش قال، فإما جلست معه وتركتنا. حدد موقفك بعد ماكو بين بين. أحسنت. إما جلست معه وتركتنا، وإما جلست معنا وتركته. مع أنه شنو قال؟ خالي. 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 احنا بالعراق الخال ما شاء الله فوق الله، واقع هالشكل. أقول له أخي هذا حرام، سفك دماء. يقول سيدنا فزع عشائرية، ما يصير، عشيرة،
وشلو لا؟ نعم. يعني يسفك الدم لعشيرته، يسفك الدم لفزعته، يسفك الدم لنهوته أو شو يسمو العشائرية. نعم. فقال الجعفري، اسمعوا هذا شوية، جعفري هم كان شوية حسب تعبيرنا يناقش يعاند زايد. إمام زمانك جاي يقول لك أتركه، إمام زمانك يقول لك أتركه، شنو هالمناقشة بعد؟ بس الجعفري قال له مولاي هو يقول ما شاء، وأي شيء علي إذا لم أقل ما يقول؟ أنا ما أتأثر بي، ما أتأثر بي، أنا محصن. يا إخوان هاي في الدرس مهم، إمام معصوم جاي يقول لك لا تروح، شو لازم شو تقول؟ تطيع يعني. سمعا وطاعة مولاي. نعم. سمعا وطاعة. مو قال الإمام الصادق لذاك، لذاك المؤمن يسمى مؤمن، مؤمن الطاق أمام أبو مسلم الخراساني، من قال له عندك 100,000 سيف في خراسان ليش ما تقوم يا مولاي؟ الإمام قال له 100,000 سيف ما شاء الله، 100,000 سيف؟ قال له إي 100,000 سيف. فلما دخل عفوا، فقال له زين هذا التنور هنا مشعول بنار، إذا ماكو زحمة شوية تروح بالتنور. هذا استغرب، استغرب، قال له مولاي شنو قصة أدخل بالتنور؟ إمام سكت عنه. فلما جاء مؤمن الطاق قال يا فلان أدخل التنور، هذا رجال صفف حديثه ونزل بالتنور، صفف حديثه كأنه داخل مجلس تعزي، دخل بالتنور، وهذا كل عيني على التنور، وين راح هذا صاحب؟ وصار حديث بينه وبين الإمام، وصار حديث الإمام يتكلم وياه، ما يدير بال شنو اللي صار. إمام معصوم عنده ولاية، ولاية رب العالمين. واقعا احنا هواية مقصرين في معرفته. نعم. مقصرين في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولاية تكوينية، وهذه الولاية معطيها الله سبحانه وتعالى لرسوله عيسى، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه، مو شكله لا. نعم. فهذا الأبو، هذا الخراساني بعدين قال له أطلع يا فلان، طلع ونفض نفسه وقعد، قال له عندك واحد من 100,000 سيف، عندك واحد مثل هذا؟ قال لا يا مولاي شو تقول أنت. فطاعة الإمام لما يقول لك أخي لا تقعد وياه، خلاص لا تقعد وياه، مرجعك يقول يا بذول جماعة فاسدين، مرجعك يقول هذول، هذول باسم الإمام المهدي، باسم أحمد بن حسن، ما أدري منه، هذول اللي على حال فاتحين دكاكين باسم الإمام المهدي، المرجع يقول يا بذول أهل ضلال، وعدهم شنو؟ وعدهم فكر ضال، هؤلاء يتجرؤون على إمام زماننا، يدعون في إمام زماننا ماذا؟ ما يدعون، وتتجاريهم وتجالسهم ورايح لهم وجايهم وتجاملهم. الإمام جاي يقول لك تركه، يقول له خالي، يقول ما يخالف، بس هو إنسان اللي حار صاحب ضلالة. قال له مولاي هو يقول ما شاء، أي شيء، أي شيء علي، أي شيء علي منه إذا لم أقل ما يقول؟ الإمام قال أما تخاف، اسمعوا شباب، أما تخاف أن تنزل بك، عفوا، أن تنزل به نقمة فتصيبكم جميعا، البلاء ينزل عليه وأنت هم تروح بيها؟ أما علمت بالذي كان من أصحاب موسى عليه السلام وكان أبوه من أصحاب فرعون؟ ورواية طويلة، الوقت أخذني. نعم، الوقت أخذني. نعم. وإلا أقول أيها الأحبة، شوفوا الرواية الثانية إذا تسمحوا لي أقراها، رواية جميلة في بحار الأنوار، يقول عن أبي محمد عن الحارث بن المغيرة قال لقيني أبو عبد الله عليه السلام في بعض طرق المدينة ليلا. نعم. الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق مشى كان بالليل، شاف واحد من أصحابه سلم عليه فقال لي يا حارث، فقلت نعم يا مولاي، فقال أما لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، ثم مضى. إمام حج حجاية قال ترى ذنوب سفهائكم تتحملوها أنتم علماء، تتحملوها أنتم العلماء، ثم مضى.
يقول هذا حارث، الحارث يقول: ثم أتيته فاستأذنت من رحت ورا، دقيت الباب: مولاي هذه الكلمة وهي صعبة، شنو؟ ناس يذنبون احنا نتحمل، الناس يخطئون احنا نتحمل. ثم أتيته فاستأذنت عليه فقلت: جعلت فداك، لما قلت لتحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم؟ سفهاءهم يذنبون، احنا شنو؟ فقد دخلني من ذلك أمر عظيم. الإمام ايش قال له؟ فقال: نعم، ما يمنعكم؟ شباب، ترى لما يقول لك علمائكم يعني مو فقط الحوزة العلمية، مو فقط المعممين، علمائكم يعني أهل العلم، أهل الفهم، أهل الوعي، أهل الدراية. حتى لو أنت بالجامعة وأنت بالوظيفة وأنت بالدائرة وأنت ما أدري أي مكان، عندك فهم وعلم ودراية، لابد أن تقوم بمسؤوليتك. نعم. فيقول الإمام: نعم، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم، يعني تسمعون عن فلان، ما تكرهون مما يدخل به علينا الأذى والعيب عند الناس، أن تأتوه فتؤنبونه وتعظونه وتقولون له قولا. شنو اللي منعكم إذا شفتوا واحد انحرف؟ نعم. أو واحد عمل عملا غلطا ويشوه سمعة أهل البيت، باسم أهل البيت يفسد، باسم أهل البيت يتكلم كلام غلط، باسم أهل البيت يكره الناس بالدين، ليش ما تروحون تتكلموا معه؟ لماذا لا تؤنبونه وتوعظونه؟ فقلت له: إذا لا يقبل منا ولا يطيعنا شو نسوي؟ نحكي وياه ما يفيد. فقال: فإذا فهجروه واجتنبوا مجالسه. شبابنا أعزائنا، الإمام نفس المنهج، منهج جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه لا بد أن لذلك شنو أنتوا قلتوا في الرواية لطيفة: ما ترك لي الحق من صديق. من صديق، نعم. الإمام يقول: ما حد بقى وياي، لأنه إنسان مبدئ. فلماذا لا نكون نحن على هذا المستوى المبدئي ونقوم بواجبنا الشرعي، قم مسؤوليتنا الشرعية في أنه نقاطع أهل المنكر، نقاطع الفاسدين، هذا المرتشي، هذا الخمار، هذا الكذا، وباسم ماذا؟ باسم المتدينين، باسم بعض العمائم. الآن بعض العمائم يشوفوها في مواقع من بلاد مختلفة، الغرب وغير الغرب، يطلع يتكلم كلام يشوه سمعة أهل البيت. لابد نحن أن نبين ونتبرأ. نعم. قاطع هذا الأمر، وهذه في الواقع رسالة يتركها لنا أمير مصر. أحسنتم كثيرا سيدنا، يعني الدروس الرائعة والمهمة من حياة أمير المؤمنين عليه السلام استقيتم منها درسا نحن بحاجة إليه اليوم بشكل كبير. شكرا لكم سماحة السيد على هذه الإضاءات المهمة. إذن أخوتي الكرام، على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم، وأول متصلين الأخ أبو كرار، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو كرار سؤالكم. نعم، سؤالي على مود يعني سؤالي على مود سيد رشيد. نعم، الله يحفظه. السؤال قل لي على مود الماء صايم، يعني الماء صوم يعني نسكه عام، يعني تعرف ماء من الفوق. أبو كرار شخص، بس علي لي صوتك أخوان، صوت مو كلش واضح. اشتغل معامل طابوق وزحمة عليه يصوم. إيه؟ لا، مشتغل معامل طابوق يعني ما نقدر نصوم. نعم، وتعرف لاني الحالة المادية. صحيح. نعم، يعني شو هاي؟ تمام، إن شاء الله تسمع الجواب، عندكم مداخلة سيدي؟ لا واضح، تسمع الجواب أخي الكريم، وشكرا جزيلا على اتصالك أخويا. أركان تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، سؤالك أخي إركان. شلونك سيدنا، الله يحفظك. سهل الله أمركم، حياكم الله. الله يسمعك. قل لك سيدنا، قد إشكال يعني عند زوجتي، صار عند إشكال ويبتي وراحت زعلت. نعم. هسا أريد أرجعها، أمها اللي طلقها ولا طلقها؟ دينا الإشكال الشرع شلون راح يصير؟ أنا ما أريد أطلق ويجبرون إلا طلق. من يجبرك يا كرار؟ أهلها يجبروك؟ أي. وهي شنو موقفها؟ هي تقول لا. خلص، ما له ولاية عاهد عليك، إن شاء الله أبين هذا. يظل عندهم، هي لا يرجعونها ويقولوا لا والله غصبون عليك ونروح للمحكمة جيد، يروح المحكمة جيد. أنا إذا زوجتك معاك، وما تريد تطلق،
راح أبين لك أنه شو الموقف اللي لازم تسوي. مشكور يا أخ. تمام أخي أركان. الموضوع يعني مجرد خلاف عائلي والأهل يردون يصعدون ويطلقون لو أكو فد مشكلة كبيرة يعني. هم لا لا أهل مجرد الأهل. واضح واضح. شكرا لحضرتك على اتصالك وتسمع الجواب إن شاء الله. تحياتي لك سيدنا. أول شيء أبو كرار اللي هو عامل في معامل الطابوق ويقول يجي رمضان ما أقدر أتوقف عن العمل. شوف حبيبي عزيزي، هذا الكلام اللي تكلمته أنا في رمضان للأسف بعض المهرجين من بعض الخارج العراق طبيعة الحال، يعني شفت مصريين وغير مصريين سووا مقطع في نكتة على أساس السيد شلون يقول صوم واشرب مي وصوم بعدين كلك لقمة وشلون يصير هالشكل، وسووا فد عملية تهريج. الذي قلته أقوله الآن أن الإسلام العزيز، اسمعوا جيدا اسمعوا جيدا، أن الإسلام العزيز عند نوعين من الأحكام، نوعين من الأحكام، أحكام تسمى بالاختيارية، شو يسموها؟ نعم. أحكام اختيارية، يعني بدون أي منغصات، بدون أي مشكلة، أنت لابد أنه الصوم لأن ما عندك مشكلة، لازم تصلي لأن ما عندك مشكلة، هاي تسمى أعمال اختيارية أو أحكام اختيارية. عندنا أحكام اضطرارية، اضطرارية. أحكام الاضطرارية تختلف عن أحكام الاختيارية الواقعية. الميتة حرام لو حلال؟ حرام. حرمت عليكم الميتة؟ حرمت عليكم الميتة. هاي يسموه حكم شنو؟ حكم واقعي اختياري، يعني عندما أنت ما تحتاج أن تأكل ميتة فالميتة حرام. أما إذا أنت بالصحراء جتموت من الجوع ماكو إلا الميتة، ماكو إلا خيسة وفطيسة وتأزم تأكلها حتى شنو؟ حتى تعيش. هنا الحرام شي يصير حلال. أحسنتم، القرآن هم يقول إلا ما اضطررتم، مشلا إلا ما اضطررتم وأنا اضطريت. نفس الكلام يجي وين؟ في كل الأحكام. الصلاة لا بد من ركوع وسجود، اسمحوا لي أنا راح أفصلها، وإذا أكو متصل خلي شوي انتظرني. تفضلوا سيدي. الصلاة في من ركوع وسجود. زين أنا رجلي توجعني، أنا عندي ما أدري كذا، أنا رجلي، فيقول لك ما تقدر أقعد، أقعد وصلي. شلون صار الصلاة من قيام وقعود صارت من جلوس فقط؟ لأن هذه اضطرار، اضطرارية، وتلك اختيارية. اختيارية. أحسنت. في الصوم نفس الشيء، الأخ الصائم لابد أن يجتنب الأكلة والشربة و و و 11 شيء لازم يتركه، 11 شيء تسمى بالمفطرات يبتعد عنه. زين أنا أشتغل بالمعمل ما أقدر أترك الشغل لأن أحتاج إلى قوت يومي، ما أقدر، فلازم أشتغل وشغلي قاسي في معمل طابوق أو في فرن خبز أو صمون وفي القيض يعني في الصيف راح أموت. سيدنا لو أترك الصوم لو أهلك، أهلك الفقاش يقولوا اذهب اشتغل وخليك صايم، شو وقت ما جدك حالة إعياء حالة تعب راح شوف راسك جاي يدور يقولك روح اشرب لك مي. هو أفطر هنا؟ لا لا ما اسمعوا، أفطر ولكن لا يعني ارتكب الحرام. نعم ولكن هو أفطر ولا يبقى صائما. أي بلي لا يبقى صائما، هذا لازم يقضي، بس ما يسموه فعل الحرام وأفطر متعمدا، أفطر مضطرا وعلى مقدار الحاجة. سيدي بمقدار الحاجة، ويواصل شنو؟ يواصل شغله بإمساك يعني ما يأكل إلا أن تجي حالة أخرى ويقدر يأكل بمقدار، وهكذا إلى الليل بمقدار شنو؟ الاضطرار، ولكن يقضي ذاك اليوم. نعم. الـ 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 أصحاب المقطع كذا هذا نعم قاطعي سيدي. أنه هذا أو هم والناس أنه يظل على صيامه. شوف ذول الروافض، شوف ذول المعممين شو يقولون. أخي هذا حكم اضطراري، فأنت يا أخ اسمك كرار، أخ أبو كرار، فأنت يا أبو كرار حبيبي، فلما إن شاء الله تصوم إذا شوف نفسك في حالة عياء كبيرة وما تقدر، تقدر أن تتناول ولو شيئا من الأكل أو من الماء وتبقى ممسكا إلى الليل وبعدين تقضي في وقت آخر. طيب سيدنا هذا مو كل المهن يعني، عفوا مو كل الشخص، الشخص اللي يقدر يمشي أموره نقول اضطرار. نعم اضطرار، يعني مو كل واحد أنه يلا ما دام السيد قائل جيب الماي خلنا نشرب، مو هالشكل. لا 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 عفوا سيدنا، حتى العمل القاسي إذا الإنسان عنده وفرة من المال ويقدر يعني يتوقف عن العمل في شهر رمضان. السيد الخوئي الإعلام يقول أنه إذا كان عنده مال ويستطيع أن يجلس في رمضان حتى يطيع الله
فلا بد أن ماذا؟ لا بد أن يترك العمل حتى يصوم. أحسنتم سيدنا الأخ سلمان، تفضل عزيزي. سلمان موجود يعني الأخ سلمان؟ قطع الاتصال، تحياتنا له. نروح للإجابة لو عندنا اتصال آخر. الأخ أركان، سيدنا وزوجته اللي أهلها يطالبوه بطلاقها، ولا هي تريد الطلاق ولا هو يريد الطلاق. شوف يا أخي يا أركان، الزوج هو ولي الأمر، لا أبوها عنده ولاية، لا عمها، لا خالها، لا أمها، لا إخوتها. ولي المرأة زوجها، أنت وليها الشرعي. وهي تقول يا أبا أنا أحبك أريد أرجع البيت، بس أبويا ما يقبل. قل لها طبعا تحتاج البنية شوية حسب تعبيرنا شجاعة. نعم. يعني شوية تحتاج، بابا أنا لزوجي وأريد أطفالي، شنو هالإعناد هذا؟ فتقدر أنه تقرر تقول أنا أشيل أغراضي وأروح لزوجي. نعم. طبعا هاي راح يصير تداعيات أنه تقاطع أهلها، ولكن يمكن لك أنت سيد تقول أنا ما أقدر أسوي الإجراء، بس يمكن تروح للمحكمة. السلام عليكم. عليكم السلام. محكمة، وأنا قالوا لي بعض القضاة يقول يا جماعة أنا أريد زوجتي وأهلها على حال أخذوها مني بدون داعي، وهي في واقع الحال مكرهة وأنا أريدها. أكو هذا في حال سيدنا انقطعت السبل الودية بلي يعني. طبعا كلها آخر الدواء، هذا آخر الدواء. نعم. بس هي أكو إجراءات، قدره قدر ما قدر يروح للقاء يقول يا جماعة هذا ماخذين أهلي واعتدوا على بيتي وأخذوا أهلي من زوجتي. فالقضاء القاضي رجع ياخذ تعهد من اهلها انه ما لكم حق. انه فانت كن شويه حسب تعبيرنا شنو، كن شويه حازم وحازم وقوي. هي هم قل لها خليك انت قويه قلب، ترى هاي المشكله شويه فتسنه سنتين وتنحل، بس انت حافظي على بيتك، حافظي على اولادك. وانا ارجو ان الله سبحانه وتعالى يصلح الامر ان شاء الله. احنا سيدنا فد شويه لطفا نحتاجها كلمه للاباء او الامهات اللي يصرون على، بس الان خلينا ناخذ اتصال. جهل جهل مولانا. سلمان اخي الكريم تفضل عزيزي. نعم مولاي، حياك الله. الو، نسمعك وانت على الهواء، تفضل سؤالك اخوي سلمان. سؤال الشيخ، الفاتحه بالنسبه لل الفاتحة ثواب لو عبها قدام الناس، إذا تريد تسوي فاتحة بها ثواب، هي صحيح نقول إحنا بها ثواب في صورة الفاتحة، بس هي مفروض فاتحة أو مو مفروض؟ مجلس الفاتحة على المتوفى؟ أي نعم. أي هل هو فيه ثواب؟ يعني قصدك هل هو مستحب؟ هيك قصدك؟ لا، هل هو لازم يسوي بها ثواب؟ لازم يسوي بها هي ثواب، صحيح بها ثواب لازم يسوي وثواب، لو مو شرف هي تقصد لازم بها. يعني لازم يطعم الطعام، هذا سؤالك؟ ايه لازم يطعم الطعام، هذا سؤالك مو؟ لا يقولون هسه انا اقول لهم بها ثواب ما بها ثواب، هي فاتحه مو المفروض تسوي فاتحه انت للميت، اذا هو واضح. اليوم الله لا تسوي شيء. واضح واضح. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك وتحياتي لك، وان شاء الله تسمع الجواب اخي الكريم. محمد عزيزي تفضل. الاخ محمد تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله. سؤالك اخي محمد. حبيبي رحم الله والدك، اريد بس يبين بس شغله سيد. نعم. انا صاحب محل كهربائيات. نعم. وتركت الشغله الكهربائيات بسبب الغش بالبضاعه. بضاعة هسه قاعد تيجي بدون سيطرة نوعية، يعني بسبب الفساد بدون سيطرة نوعية، فهاي الحرائق اللي قاعد تصير كلها بسبب بدون سيطرة نوعية. الكهربائيات مثلا الفيشة تخليها مع الصوفة يحترق ويموع ويذب. صحيح. البارحة أنا اشتريت موتور يوم واحد مع الماء واحترق، لأن شنو كل المواد قاعد يدخلون مو نحاس، يدخلون حديد، فالحديد ما يصير للكهرباء، يصير هيتر فيحترق الأجهزة. وانسى هاي الحرائق اللي قاعد تصير كلها بالعراق، كل الحرائق بسبب من؟ بسبب البضاعة المغشوشة وغياب السيطرة النوعية عندها. رحمة الله والدي، أريد يبين الشغلة هاي اللي قاعد تاجرون بيها، البضاعة اللي قاعد تاجرون بيها كل. بارك الله بيك على هذا الطرح أخي الكريم وشعورك بالمسؤولية، وإن شاء الله سمحت السيد راح يعقب على هذا الكلام. رحمة الله والدي، شكرا جزيلا أخي، حياك الله. أبو كامل تفضل أخي الكريم. أبو كامل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي
حياكم الله. عليكم. عليكم السلام صحيح. عزيزي سؤالك ابو كامل. عندي سؤال عن الوضوء. الوضوء تفضل. انا اتوضا قبل الصلاه بنص ساعه اقرا قران. نعم. وهي والصلاه ما الظهر ما المغرب. نعم. يعني بنيتي انا اقرا قران واصلي، بس يقولون ما يجوز الا الحين الاذان لما تتوضا الظهر مثلا للعشاء. طيب. للمغرب. سؤال ثاني. السؤال الثاني عن تقليم الاظافر، هل يجوز من الاحد السبت الاحد مثلا ثلاثة الا الجمعه يا الله؟ واضح. شكرا لحضرتك اخي الكريم وتحياتي لك. حيدر تفضل عزيزي. اخ حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سؤال بخصوص الابن المتوفي قبل ابي. نعم. نشوف احنا بالشرع يحرم الآل عفوا. نعم. الابن المتوفى قبل أبيه، شنو الموضوع؟ يحرم الحفيد أن يرث جده. نعم. إيه يعني هنا إنه ما يرث، ولكن إحنا بالقانون إنه يرث الثلث. صحيح. أو لا يتجاوز الثلث. صحيح. هنا إحنا إنه المشرع ما يعني أنا أقرأ كتب الفقهية ما أوجد لنا حل باعتبار إنه أولاد الابن، وبالتالي هم أولادهم. نعم. صحيح. شوف انه يحرمون من الميراث. طيب. اي والله يا ريت فتوضع هاي المسألة. ان شاء الله. حياكم الله، تسمعون ان شاء الله الاجابة. تحياتي لحضرتك. اتصال من مجتبى، وبعدها شوي نتوقف عن استقبال الاتصالات. مجتبى تفضل يعني. عزيزي انت. تفضل اخويا سؤالكم. مجتبى تفضل عزيزي. عليكم السلام اخويا. حياك الله. السلام ورحمة الله. يعني سؤالي بس احنا مود التقليد. نعم تقليد. هل يجوز تقليد الميت ابتداء؟ تقليد الميت ابتداء. يجوز تقليد الميت ابتداء. زين هذا السؤال. يعني هاي سيدنا نسأل هو يقلد من حتى حسب ما يحتاج. أقلد شهيد محمد الصقر. أحسنتم رحمه الله تعالى. إن شاء الله تسمع جواب أخي الكريم، وشكرا جزيلا وقدس الله صدرك. نتوقف شوي عن استقبال الاتصالات أخي الكريم، الأخوان بالكنترول حتى نلحق نجاوب على الأسئلة اللي وردتنا. سؤال من الأخ محمد سيدنا، عفوا من الأخ سلمان، كان عن مجلس الفاتحة ومدى استحبابه، الثواب اللي يحصل منه. شوفوا في الواقع الحال يعني أكو قضايا عندنا عرفية قضايا شرعية. القضايا العرفية الآن صارت بشكل اللي ما يقعد فاتحة الناس على حال يأنبوه ويعتبون عليه ويعتبروا منقصة وعدم تكريم ميت، هذا قضايا عرفية. ولكن هل هناك رواية؟ هل هناك آية؟ هل هناك أمر شرعي بجلسة الفاتحة ومجلس الفاتحة؟ له له أبدا. يعني حرام؟ لا مو حرام، استغفر الله مو حرام، الفاتحة مو حرام، بس ماكو شيء من الشرع يقول تعالوا قعدوا فاتحة. زين سيدنا نريد نقعد، فهاي شنو؟ إذا تقعدون بقراءة قرآن برحمة إلى قراءة فاتحة قراءة قرآن شكوا بيها، هذا ضمن على حال الخير اللي يوصل إلى للمرحوم. بس تقول لي شنو المستحب يعني اللي أمر به الشارع، الإسلام أمر به للميت؟ التشيع، تشيع الجنائز. تشيع الجنائز جنازة مستحبة وأمر كبير بها، أنه شيعوا جنائزك وأحضروا جنائزهم كذا. هذا اللي إحنا للأسف ما عندنا اهتمام. اهتمام وين؟ للفاتحة. فنعم ليس هناك أمر شرعي. تقول لي أكو منع؟ لا مو منع. أكو الثواب إذا أكو ذكر الله وأكو قراءة قرآن كذا. نعم لا إشكال. سيدنا بعض الناس اللي وضعهم المادي سيء يعني مجلس الفاتحة يعني فوق فقدهم وألمهم يكلفهم ما لا يطيقون يعني. لا ليس من الضرورة ذلك، ليس ضرورة. نعم. الأخ محمد سيدنا طلب من حضرتك تعقب على غياب السيطرة النوعية، غياب دور السيطرة النوعية في دخول الكهربائيات وغيرها، يقولوا هذه سببت مشاكل، وهو متبني الرأي الأخ محمد. تفضل سيدنا. في واقع الحال مسألة الـ الـ البضاعة الرديئة اللي جاء تدخل للبلد، المسؤول
المسؤول المقصر جهتان: جهة التاجر الذي لا ذمة ولا ضمير لديه، تاجر مجرم، تاجر مجرم، يروح للصين يقول له هاي الوسيلة هاي بيش، يقول له 10 دولار، قال زين ما تقدر تسوي لي اياها ب5 دولار؟ 5 دولارات. الصينيين يقول احنا نسوي لك اياها، شو تريد؟ قلل مدري فلان شيء، نزل فلان شيء، هذا سوي بلاستيك، هذا سوي متانتها كفاءتها، متانتها كفاءتها، ينزلها حتى يجي هنا يبيعها شنو؟ 50 دولار، يبيعها 50 دولار، هو ما اخذ 5 دولار. فجشع واجرام وعدم انصاف من التجار. فالتاجر المورد هو مجرم، هو إنسان على حال لا يفكر إلا بجيبه، لا يفكر إلا بنفسه، وهي الأنانية المحضة. نعم. الجهة الثانية التي مقصرة هي الدولة. نعم. دولة أنا ما أسمح شيء يدخل هو في واقع الحال يهدد المجتمع ويبذر فلوسه. يعني أنا حسب تعبير الأخ يقول أنا ماطور ماي مشتري يوم واحد واحترق، زين أنا بيش مشتري 30-40 ألف دينار، وأروح أشتري 30-40 ألف دينار، وهي خطورة على حياة الناس، وحياة الناس، وعلى حال تماس كهربائي. دولة لازم تتحمل هذا الأمر وتقف أمام هؤلاء الجشعين. ولكن يقول لكم موظفين فاسدين، موظف فاسد، نعم. يقول يا بهك هذا الدفتر مشي، يقول على حال لا يروح للسيطرة النوعية، هذا كله فساد في فساد وغش في غش. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: من غشنا فليس منا. فتعرف إحنا وين رايحين. فأيها الأخ الكريم، هذا الكلام أوجهه لأصحاب الضمائر، وثانيا أوجهه للناس. أيها الناس، لا تشتري رخيص، فالرخيص في واقع الحال قد ماذا يكلفك الكثير. أكو مثل إنجليزي يمكن، مثل إنجليزي يقول له: أنا لست غنيا حتى أشتري الرخيص، لست غنيا حتى أشتري الرخيص. لأنه الإنسان اللي يشتري الرخيص يعني كل سنة لازم يبدله، يخرب فلازم يصرف هواية. أما الإنسان المعتدل لازم شو يسوي؟ يشتري سلعة زينة اللي تبقى سنين طويلة وإن كانت غالية. فأفضل من أن شنو؟ أفضل من أن يعني قد يحشر سيدنا الإنسان يوم القيامة وهو يعني في سجل أعماله أسهم في قتل، في حرق، في وهو ما يعرف يعني. هو يكون سبب لهلاك الناس، وفي النهاية يقول: يا أبي أنا والله فكرت أنه هاي السلعة تدر علي المال. تدر علي بس على حساب إيش؟ على حساب راحة الناس وسلامتهم. أحسنتم سيدنا الكريم، ونرجو أنه التوضيح صار واضح للأخوة الكرام المعنيين. الأخ أبو كامل سيدنا سألنا عن الوضوء قبل الصلاة، قال أنا مثلا أريد أقرأ قرآن فأتوضأ، يقولون ما يصير تنوي للصلاة، تعليقكم سيدنا؟ يعني ليش تنوي للصلاة؟ أنا أنوي الوضوء للكون على الطهارة، أنوي حتى أكون على طهارة لرفع الحدث. أنا إذا أكون على الطهارة اسمه هو فعليا إنسان بداخله سيدنا قاعد يستعد للصلاة، يعني يقول أنه إذا أجت وقت الصلاة ما رح أصلي. هاي ممكن تكون بالنية؟ لا إشكال في ذلك. هذا لا إشكال في ذلك، ووضوءه صحيح إذا كان بنية أن يكون على طهارة، سواء لقراءة قرآن أو صلاة ستأتي أو ما إلى ذلك، لا إشكال. أحسنتم سيدنا. أبو محمد عزيزي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد المسألة مس سيد رحمن الوادي. تفضل نسمع سؤالك أخوي. رحمن الوادي، عندي أقاع على الحدود الإيرانية، نعم، تبعد عن المنزل مالتي 45 كيلو، نعم، احنا قاع زراعية نروح نبغى بها 10 أيام وارجع للبيت مالتي. هاي كل شهر تظل بها 10 أيام وترجع؟ ورا السقي احنا هسه بالشهر، ذاك اليوم بغيت لبيها تقريبا خليت الشهر ونص بالقاع غادي، مو انزل ليلة لهلي وارجع، انزل اليوم وارجع للقاع. صحيح، واضح، صار واضح الأمر. أريد أشوف صلاتي وصوم منها شلون بالقاعات. بالشهر كم مرة تروح لها يا أبو محمد؟ بالشهر أروح لها مرة، مرتين، ثلاثة، مو سوى. بس تبقى أسبوع 10 أيام تبقى؟ أبغى أسبوع 10 أيام، أبغى لها 5 أيام وأنزل لأني. وش قيل صار لك على المنوال؟ هاي أول سنة خليتها أنا طمان، خليتها القاع.
إن شاء الله بالسلام. إن شاء الله بالسلام. تسمع الجواب إن شاء الله يا أبو محمد وشكرا لك على التواصل. بس سيد شوية مواضع توضيح على الصلاة والصوم. خدمتك. الله يوفقك إن شاء الله يتقبل أعمالك. شكرا جزيلا. سيدنا الأخ أبو كامل أيضا نفسه سأل سؤال عن تقليم الأظافر والأيام. لا إشكال في أنه تقليم الأظافر وتنظيف الجسد في كل وقت جيد. تنظفوا فإن الإسلام نظيف. نعم. وهذا أمر طيب في كل وقت، ولكن هناك أوقات أفضل. نعم. هناك أوقات أفضل كيوم الجمعة، عند روايات أنه أن يأخذ من شاربه، أن يستعمل النورة، أن ما أدري يقلم أظافره ويختصر وسط الجمعة، يعني يوم جمعة يوم تنظف ومستحب. نعم. أما غير أيام جمعة حرام؟ لا مو حرام، أبدا مو حرام. لا أحد يقول بأنك إذا أقلمت أظافرك في أي يوم من الأيام حرام. ماكو منهي عنها سيدنا بعض الأيام؟ لا، شوفوا النهي نهي ليس نهيا تحريميا. يقول يعني مكروه في الليل تقلم أظافرك، ومثلا إلا إذا كنت محرما، ذاك بحث آخر، وقت الإحرام تقلم أظافرك ما يجوز. أما أنه تقليم الأظافر في أي وقت لا أشكال فيه وجائز. أحسنتم سيدنا الأخ. حيدر سأل عن الابن المتوفى قبل أبيه واختلاف الشرع مع قانوننا اليوم. قانوننا مبني على الفقه الحنفي، الفقه السني. الفقه السني يعتبر على أن الأحفاد يرثون من جدهم وإن كان والدهم توفى قبل والده، يعني قبل جدهم. هكذا على حال الفقه الحنفي يفتون. نعم. فقه أهل البيت وفقه آل محمد صلى الله عليه أجمعين هو الفقه القرآني. القرآن نعم. يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام يعني الأقرباء، أي واحد أقرب إلى الميت أولى من غيره، يعني يمنع غيره. فلما أنا وفلان وفلان إحنا أولاد المرحوم، أخونا توفى قبل أبونا، أولاده في الواقع ما يرتبطون من خلاله بجدهم ميت، يعني راح. لما راح بعد أحفاده راح يكون أبعد من عندنا، إحنا أولاد المرحوم ذولا أحفاد المرحوم. نعم. فالقريب يمنع البعيد. القريب يمنع البعيد، وهذه قاعدة قرآنية وقاعدة شرعية. يقول سيدة شوفونا صورة حل. ما بي صورة حل حبيبي، صورة الحل ماكو. القرآن يقول أولي الأرحام بعضهم أولى. أنا كأنه فهمت الأخ سيدنا قانوني أو معرف. أي قانون، يعني فقه السني الموجود. نعم. هو للأسف الأحكام يعني المدنية أو الأحوال الشخصية للآن ما متغيرة، يعني ما صايرة على فقه جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هم فالإشكالية. 20 سنة إحنا بعدنا محاكمنا حضانتنا وطلاقنا وإرثنا ورضاعنا وهالسوالف كلها على الفقه الآخر اللي للأسف، وأنا كم مرة تكلمت، للأسف أكو بعض البلاد الخليجية اللي الشيعة قلة فيهم، قلة. القطيف والأحساء شيعة قلة في السعودية، ولكن عندهم الأوقاف الجعفرية، محاكم جعفرية، يعني يحكمون بالحكم الجعفري. في قطر، في الإمارات أكو اسمه المحكمة الجعفرية، في الكويت أيضا. أما في العراق العزيز لا، في العراق العزيز مكون الأكبر بس يبحثون وراء المناصب، هاي إلي وهاي المحافظة إلي وهاي المنصب إلي، والعركة مولانا على الحصص. أما تعالوا رتبوا دين ناسكم، أحكام جماعتكم، حياتهم اليومية، هذا مو مهم عنده، مو مهم عنده. وهذا بؤس وبؤس. وأنا بصراحة أتكلم، الكل مقصرون، المتصدون، رؤساء الكتل وغير مقصرون على أنه 20 سنة نحن طلاق بناتنا غلط، طلاق بناتنا على الفقه السني اللي هو غلط خلاف الشرع، وهذا في الواقع يتحملوه هم يوم القيامة. الأخ ماجد أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز القضاء عن واحد متوفي لا صايم ولا مصلي نهائيا بحياته ولا ركعة؟ ولا ركعة. هل يجوز قضاء الصلاة أو صوم؟ نعم. يجوز أو واجب؟ تقول يجب علينا أو يجب شنو؟ لا 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 لا، يجوز. لو ما يجوز مو واجب. هو موصي؟ لا لا، ما موصي. هو بايع مخلص بعد شنو؟
ان شاء الله تسمع الجواب اخي ماجد، تحياتنا. خلص لا اله الا الله. سيدنا الانسان يعني يقضي حياته ولا يستبعد المتكلم نفسه. اذا هو بقولت واحد لطيف في ايام مكه، نعم، واحد سولف لي قال سيدنا، قلت له الواحد تعالى العمره، قال انا شارد من الله، تتوديني لله؟ هو شارد من الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يقول واحد خمار، قلت له بلكت يجي يعني يتوب الى الله، يجي يم الكعبه يتوب الى الله. يقول انا شارد من الله، تتوديني الله؟ هذا هو شارد من الله، هو لا يصلي ولا يصوم ولا موصي ولا قلبه حسب تعبيرنا يرف على طاعة الله. ما أريد أقول حرام، لا لا استغفر الله، يجوز لكم أن تصلوا عنه وتصوموا عنه حتى لو هو سيدنا بحياته ولا ركعة مصلي، يجوز لكم أن تصلوا، بس توصل تأثر تشفع له بيد الله، ولكن ليس واجبا عليكم ذلك. يعني اللي معتقد سيدنا يعني غير المعتقد الإسلامي ومات، يقدرون أبناء المسلمين يقضون عنا أو يصومون عنا أو يصلون؟ شو يصوم عنا؟ إذا هو ما مرتب ما قال ما مؤمن بهذه الأشياء، ما مؤمن بالإسلام أصلا. فتصلي عن شخص تعلق به التكليف وما متعلق به التكليف. واضح سيدنا. الأخ مشتبه سيدنا سأل عن تقليد الميت ابتداء وهو من مقلدي السيد الصدر قدس سره. بغض النظر عن المراجع الله يرحمهم، كل الفقهاء بما فيهم السيد آية الله العظمى السيد محمد الصدر الشهيد يقول على أن تقليد الميت ابتداء لا يجوز. نعم، هو نفسه يقول تقليد الميت ابتداء لا يجوز. وكل المدرسة الأصولية اللي هي المدرسة النجفية القمية، هؤلاء يسمون بالمدرسة الأصولية، لا يجوزون تقليد الميت ابتداء. نعم، إلا إذا كان الميت أعلم الأولين والآخرين، وهذا يحتاج شنو؟ يحتاج إلى إثبات. إلى الآن ما ثابت عندنا شخص أعلم الأولين والآخرين، واضح المطلب؟ ثانيا، أكو مدرسة إخبارية الذين هم في البحرين وبعض المناطق الخليج، هؤلاء الإخباريون يقلدون الميت ابتداء، يقلدون الشيخ حسين العصفور وهو صار 200 سنة متوفي، هم عندهم هذا. أما مدرسة الأصولية التي هي مبنية على الـ على الـ على حال على قواعد مهمة واستنباطاتهم تختلف، لا يجوزون التقليد الميت ابتداء. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو محمد سأل عن أرض الحدودية اللي تبعد عن بيته 45 كيلو، وقال أروح أبقى بها 10 أيام 5 أيام 15 يوم وأرجع بالشهر. إذا يبقى 10 أيام، إذا يبقى 10 أيام في واقع الحال يعني إنه 10 أيام ويصوم ويصلي هناك إقامة بعد. نعم، إقامة. واحد رايح الكربلاء يقيم 10 أيام، أنت رايح القاعك 10 أيام قاعد على أي حال تزرع بيها وتحصدها إن شاء الله، الله يبارك لك فيها. فتقيم 10 أيام وتصلي وتصوم فيها. أما تقول لا سيدنا أروح يوم وأرجع، يومين أرجع، صلي قصر، صلي قصر مصه. أما إذا بقيت 10 أيام فما زاد، أسبوعين شهر شهر ونص كما قال، نعم جرة واحدة صوم باعتباره مقيم. زين سيدنا، هو ما يعتبر كثير سفر؟ مو كثير سفر، لا مو كثير، ليس كثير سفر. تمام سيدنا، احنا الوقت يعني شارف على الانتهاء، ولكن الأسئلة نكتفي بهذا القدر. فإن كانت لدى حضرتك إضافة تحب تضيفها في دقيقة، تفضلوا المجال لحضرتكم. أخواني الأعزاء، شهر رجب شهر فضيل، وإحنا في الواقع ما صار فرصة نتكلم معاكم عن شهر رجب وفضائل شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم التي حرم الإسلام فيها القتال حتى في زمن الجاهلية، وشهر رحمة وشهر مغفرة. أهم شيء الاستغفار، من أفضل الأعمال الاستغفار. امشي وقول استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأسأل التوبة. ثانية الصدق، أن تتصدق. ثالثا زيارة الحسين. رابعا الصوم، من صام يوما من رجب، من صام يوم وجبت له الجنة، طبعا بشرطها وشروطها. فتعالوا أيها الأحبة، ومراسيم مهمة وحوادث مهمة. ميلاد الإمام الباقر أول الشهر كان، أمس كان ميلاد الإمام الجواد، ليلة الرغائب مرات، 3 أيام 4 أيام عندنا ميلاد الإمام أمير المؤمنين، عندنا المبعث الشريف، أيام عظيمة. تعالوا لنهيئ أنفسنا إلى شعبان، حتى نهيئ أنفسنا إلى رمضان للضيافة الإلهية الكبرى إن شاء الله. أحسنتم. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه الإضافات المهمة، على هذه الإيضاحات والإجابات والتوجيهات النافعة. شكرا جزيلا سماحة السيد، سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، الله يحفظكم، لا تنسانا ومشاهدينا من دعائكم.
نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والمغفرة وحسن العاقبة. اللهم آمين لنا ولكم إن شاء الله. والشكر موصول لكم أيضا إخوتي الكرام أحباء المشاهدين. لنا لقاء إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل. شكرا، في رعاية الله وحفظه.